أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين. خبر عاجل مؤسف، قبل قليل أعلن وزير النفط السوري بسام طعمة مقتل 10 أشخاص وإصابة 4 آخرين جراء هجوم إرهابي استهدف سيارات تبديل الوردية في حقل التيم النفطي، وذكر أن الحافلة التي كانت تقل العاملين تعرضت لقذيفة صاروخية. وأشار طعمة إلى أنه تم نقل الجرحى إلى مستشفى الباسل بدير الزور لتلقي العلاج. نتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين، وخالص التعازي القلبية لأسر الشهداء. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسماء الشهداء أمامكم على الشاشة.